بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة الأشعة النهاردة عن الـ Safety and Risk Management and Contrast Media Medical Radiology. هنقسمها نصين، النص الأولاني هنتكلم عن الـ Safety Risk Management، النص التاني هنتكلم على الـ Contrast Media and Medical Radiology. بنهاية الجزئين بتوع المحاضرة بتاعت النهاردة المفروض نبقى عارفين يعني إيه Radiation، إيه الـ Hazard of Radiation، وإزاي أحمي نفسي واحمي البيشنت من جرعة الأشعة اللي بنتعرض ليها. الجزء التاني من المحاضرة لازم أبقى عارف يعني ايه كونتراست ميديا، يعني ايه صبغة، ايه استخداماتها، هل ليها فاليو ولا لأ، هل ليها أضرار، ولو ليها أضرار ازاي أقدر أتفادى الأضرار دي. بالنسبة لفحوصات الأشعة، مش كل فحوصات الأشعة مضرة. الضرر عندنا في الأشعة من الأيونايزنج راديشن، فاحنا عندنا أجهزة وفحوصات زي فحوصات الألترا ساوند وفحوصات الـ MRI دي ما بتطلعش أي أيونايزنج راديشن، فيعتبر تقريبا ملهاش أي أضرار. الأضرار الأساسية بتبقى من الأجهزة اللي بتطلع أيونايزنج راديشن. الأيونايزنج راديشن دي ممكن تبقى كارسينوجينيك، ممكن تبقى ميوتوجينيك، أو إيفن ليثال، ولو إن هو إن البني آدم يتعرض لأشعة فتكون ليثال، دي بتبقى كميات من الأشعة زي اللي بتطلع من مفاعل نووي مثلا. ايه الفحوصات اللي انا ممكن اعملها اتعرض بيها الأشعة نتيجة ان انا اتعرضت للأيونايزنج راديشن؟ ابسط فحص عندنا هو الاكس راي. الاكس راي بتعرض فيه الأيونايزنج راديشن، ولو ان الجرعة اللي بتعرض بيها من للأشعة في الاكس راي اللي هي راديوجرافس هي بتبقى جرعة قليلة، بتعرض بأقل من ثانية الاكسبوجر للراديشن، فهي ليها اكيد اضرار، لكن الاضرار دي مينيمال، اعلى منها شويه لو عملت فلوروسكوبي او كونفنشنال انجيوجرافي. يعني ايه فلوروسكوبي كونفنشنال انجيوجرافي؟ هي حاجه معدله من الاكس راي العاديه. الاكس راي عندنا هي بتطلع من حاجه بنسميها الاكس راي تيوب. الاكس راي تيوب دي لو انا هاخد فيلم اكس راي هي بتشتغل لجزء من الثانيه، تصور الصوره وانتهينا. انما لو انا هعمل فلوروسكوبي او كونفنشنال انجيوجرافي، لا، الانبوبه بتبقى شغاله مده طويله بحيث ان انا اشوف حاجه دايناميك قدامي، مثلا اشوف حركه الديافرام اثناء الريسبيريشن، اشوف حركه الباول، احقن صبغه جوه الفيسل واشوف الصبغه وهي ماشيه جوه الفيسل في كونفنشنال انجيوجرافي، فده معناه ان انا بتعرض لجرعه اعلى. ليه؟ لان التيوب بتفضل شغاله مده اطول، تشتغل مده اطول تصور لي الجزء الديناميك اللي انا عايز اشوفه، معناها ان العيان بيتعرض، العيان والتكنيشن والدكتور بيتعرضوا لكميه اشعه اعلى. اعلى كميه اشعه على الاطلاق هي بتطلع من السي تي. CT Computed Tomography هو الفكرة بتاعته باختصار ان انا بصور العيان على هيئة شرايح، على هيئة مقاطع. وصلت التكنولوجيا بتاعت الاشعة دلوقتي ان انا اقدر اقطع مقاطع الثيكنس بتاعها 6/10 ملي، فده معناها ان انا الانبوبة هتلف حوالين العيان وتعرضه لاشعة وتصور نص ملي بنص ملي تقريبا، او 6/10 ملي 6/10 ملي في الحته اللي انا بصورها. يعني لو بصور البرين فهتاخد الجزء بتاع السكال ده تقسمه نص ملي في نص ملي في نص ملي، فده معناها ان التيوب بتلف حوالين راس العيان وتصور وتعرضه للاشعه بتغطي المقاطع دي كلها. تخيل بقى لو عيان بيعمل نيك شست ابدومن بلفس او برين ونيك وشست ابدومن بلفس، وده فحص معتاد جدا في حالات الاي ام اللي بتتابع البروجريشن او البروجريشن بتاع الديزيز، ده معناها ان العيان هيتعرض لجرعة اشعة عالية جدا، فلازم ندور على طريقة نقلل بيها الاكسبوجر بتاع العيان، نقلل بيها الاكسبوجر بتاع التكنيشن، نقلل بيها الاكسبوجر بتاع الدكتور. بالنسبة للنيوكليير ميديسن، نيوكليير ميديسن الموضوع بيبقى مقلوب، بمعنى ان انا عايز اشوف مثلا ابسط فحص بيحصل في نيوكليير ميديسن ان انا عايز اتفرج يعني اشوف السكيلتون فيه ميتاستاسيس ولا لا. بعملها زي دي ان انا بحقن مادة مشعة انترافينوس. المادة المشعة دي أكتر حاجة بتاخدها طبعا هي الجزء الميتابوليكالي أكتيف اللي هي الأورام، وابتدي أصور الراديشن اللي طالعة من العيان عن طريق كاميرا. الجزء اللي بياخد أكتر هو بيبقى الأكتيف ليجن، الجزء اللي بياخد نورمال ده بيبقى مفهوش ليجن. يعني هو الموضوع معكوس إن العيان مش بيتعرض لأشعة، العيان بيتحقن مادة مشعة وأصورها أنا من بره. ليها هازرز طبعا، ليها هازرز. المادة اللي بتتحقن دي مشعة في حد ذاتها، المادة لما بتتحقن في العيان بيبقى العيان مشع لمدة، ليها تي هاف، لازم التي هاف تعدي عشان الراديشن افكت بتاعها يروح. فهنا انا مش هخلي يعني البروتكشن، لازم اعمل بروتكشن للتكنيشن وللدكتور، واعمل بروتكشن للناس اللي هتنقل المادة وبروتكشن
يعني ممكن كمان من بعد ما يتحقن مادة، يعني ساعات بياخد تعليمات ان هو يبعد عن لو في اطفال او في ستات حوامل او في ناس او يعني في ناس مش كبار، لا كبار مفيش مشكلة، اقصد لو في يعني حوامل او اطفال يستحسن ان هو يبعد عنهم فترة على ما تي هاف بتاعتها تعدي، عشان ما يبقاش هو في حد ذاته بيطلع راديشن. الهدف بتاعنا من الـ radiation safety ان انا eliminate الـ deterministic effect واقلل الـ stochastic effect. هو الـ effect بتاع الـ radiation، الـ hazards بتاع الـ radiation هما في الجزئيتين دول. يعني ايه deterministic effect ويعني ايه stochastic effect؟ deterministic effect هي معناها ان هو تأثير منظم. يعني ايه تأثير منظم؟ معناها ان انا لو تعرضت لـ radiation dose كذا بيحصل نتيجتها effect، اقل منها مش هيحصل. يعني لو انا هحصل يعني هيحصل لي اكسبوجر للراديشن بدوز عاليه بدرجه كذا هيحصل كاتاكت، لو جت على السكين تعمل اريثيما، لو جت على البون مارو تعمل بون مارو فيليا. اقل من الايفكت ده ملهاش تاثير. الاستوكاستيك ايفكت لا، دي ملهاش استوكاستيك، يعني راندوم. راندوم معناها ان انا بتعرض لجرعه اشعه ايا كانت قليله او كبيره بتعمل ايفكت او ما تعملش بدون تنظيم. يعني ممكن اتعرض لجرعه اشعه صغيره تكون سبب في ان يحصل جينيتيك ديفكت من غير سبب، من غير جرعة معينة. ممكن تعرض لجرعة أشعة كبيرة ما يحصلش حاجة. فهي stochastic معناها random، deterministic معناها إن هي منظمة، بحيث إن أنا لازم يبقى في minimum threshold للأشعة يحصل نتيجته effect محدد. ال ALARA rule ده حاجة مشهورة في الأشعة، إن أنا لازم استخدامي الأشعة يبقى as low as reasonably achievable. يعني أنا أستخدم الأشعة، جرعة الأشعة تبقى قليلة بالقدر اللي يطلع لي داتا من الفحص، اقللها على قد ما اقدر. يعني ازاي؟ لو انا اقلل النمبر بتاع الاكزامينيشن، يعني لو انا هعمل اشعه ويكفي ان انا اعمل وضع واحد اعمل وضع واحد، يكفي ان انا اعمل بعد ما العيان يتحقن صبغه بس، بدل ما اعمل قبل الصبغه وبعد الصبغه اكتفي بفحص واحد، اقلل التايم بتاع الاكزامينيشن. لو هو العيان بيتعرض للاشعه دي لمده دقيقة مثلا، لا أنا أقلل. طبعا ما بيحصلش الكلام ده، هي بتبقى جزء من الثانية، أقلل كمان لأصغر جزء من الثانية ممكن يتعرض ليه العيان. لو في فرصة إن أنا أستخدم alternative زي الألترا ساوند أو الـ MRI وهتديني نفس النتيجة، أستخدمهم بدل ما أستخدم حاجة بتعمل ionizing radiation. إزاي بقى الـ technician والدكتور والمريض بيحمي نفسه من الـ radiation؟ في كذا طريقة. الطريقة الأول إن أنا أعمل collimation. يعني إيه collimation؟ معناها ان انا بدل ما الانبوبه اللي بتطلع اشعه اسيبها تطلع اشعه في رينج واسع، لا انا بعمل كوليميشن بحيث ان انا اخلي الاشعه تطلع في الجزء بس اللي انا محتاج تصويره. فده معناه ان في جزء كبير من الاشعه مش هيطلع بره بره الانبوبه بتاعه الاكس راي، مش هيحصل له سكاترينج في الاوضه، مش هيتعرض ليه التكنيشن اللي واقف ولا المريض. طبعا في كلوزنج معينه بتتلبس، زي ايه؟ زي الليبرون، زي الثايرويد كولر. الاثنين دول فكرتهم ايه؟ ان انا بلبس رصاص، بلبس رصاص يغطي ثايرويد شكل الرقبه، بيبقى تقريبا الستاندرد بتاعه بيبقى نص مللي الثيكنس بتاع الليد، او استخدم الابرون. ده بالنسبه للرقبه، وبالنسبه للجسم بستخدم الابرون. الابرون برضه بجيب يعني اقل حاجه ان هو يكون الثيكنس بتاع الرصاص ربع مللي، في طبعا لحد مللي. ده يقل بيبروتكت 95% من الراديشن اكسبوجر، لان الليد هو بيعكس كل الاشعه اللي بتقع عليه. طبعا الابرونز دي بتبقى تقيلة، ففي منها نوع بيبقى هو المفروض ان هي بتتعمل بلفة حوالين الجسم، بس عشان هي بتبقى تقيلة جدا فبالجزء بتاع اللي هو الباك ده ما بيبقاش، يعني عشان نخفف وزنها بنخلي الابرون من قدام بس، والجزء اللي هو ما بيبقاش فيه ليد عشان الشغل بيه والحركة بيه تبقى اسهل. في ناس اللي بتشتغل تحت الفلوروسكوب او تحت ال conventional angiography، هتيجي الصورة بتاعتها بعد شوية، صورة الجهاز ان الدكتور بتبقى ايده تحت الانبوبة اللي شغالة بتطلع اشعة. ففي عملوا ليدد جرافز ان الدكتور ممكن يلبسها ويشتغل وايده ما تتأثرش بالاشعة، رغم ان هي استخدامها بيبقى صعب ونادرا ما هتلاقي حد بيستخدمها. ادي صورة الجهاز اهي، الجزء اللي فوق دي التيوب، والعيان بيبقى نايم على الترابيزة والدكتور شغال. فهو طول ما هو شغال ايديه تحت الانبوبة ممكن يلبس الجلافز لو طريقة الشغل بيها كانت مريحة. طبعا من طول الوقفة
الدكتور بيبقى لابس ابرون وزياده في الحمايه، انا بيتعمل له كرتين اللي هي الستاره اللي نازله من الترابيزه دي، الستاره دي بتبقى عباره عن ليد برضو زياده في الحمايه. في سكرين وجوجلز، السكرين دي بنشوفها على طول في الاوض بتاعه الاكس راي، بتلاقي التكنيشن قاعد في اوضه والجهاز موجود في اوضه وهو بيبص من خلال الازاز ده. الازاز ده مش ازاز عادي، الازاز ده بيبقى ازاز فيه نسبه رصاص معينه بحيث ان هي ما تعديش الاشعه. الجوجل دي بتوع نظارات، النظارات برضو الازاز بتاعها بيبقى ازاز سبيشاليزد ان هو يحمي من الاشعه، بيبتدي يستخدمها الدكتور اللي هو هيتعرض هيشتغل تحت فلوروسكوب كتير او هيشتغل تحت كونفنشنال انجيوجرافي كتير. طبعا ما بقولش سي تي لان هو احنا زي ما احنا عارفين ان السي تي العيان بيبقى هو اللي مع الجهاز والدكتور بيبقى بره والتكنيشن بيبقى بره، ما بيبقوش واقفين في نفس الاوضه. لو احنا هنتكلم بقى على الجزء بتاع نيوكليير ميديسن، اتفقنا ان لازم التكنيشن والدكتور يحموا نفسهم بالبروتكتيف كلوزنج. الماده تبقى محطوطه في شيلد، تبقى محطوطه في كونتينر ليد. الامبول نفسه بيبقى محطوط في كونتينر صغير برضه من الليد. لو انت هتمسك الامبول وتستخدمه يستحسن ان انت تستخدمه بادوات، الادوات دي بتكون زي الجفت كده بتاع الجراحه ده بس تبقى طويله بحيث ان هي ما يبقى ما يحصلش كونتامينيشن للسكين او للجلوفز اللي انت لابسها باي شكل، لان هي النيوكليير ماتيريال دي هي ليها تي هاف كده كده يعني، ايفن يعني لو غسلت ايدك مش بتروح، بتفضل على الايد وتفضل تعمل راديشن للمده بتاعتها. طبعا الاوض بتبقى ليها ديزاين معين، بيبقى ليها رصاص في الحيطان بتاعتها، الأشعة ما بتعديش من الخرسانات، ما بتعديش من العمدان، فأنت بتحافظ على اللي حواليك كمان، مش بس على العيان اللي معاك ولا على نفسك، أنت بتحافظ كمان على لو حد فيه في ويتنج روم أو كده بتحافظ عليه برضه الأشعة ما توصلوش. زي ما قلنا ان انت تستخدم الاوضه بيبقى ليها ديزاين، بيبقى ليها صاص، بيبقى ليها الفول بروتكشن عشان الاشعه ما تطلعش براها. ولو انت هتستخدم نيوكليير ماتيريال بتستخدم ادوات معينه تمسك بيها عشان تحافظ على نفسك من الكونتامينيشن بالنيوكليير ماتيريال. دي صورة عندنا الأمبول بيتحط في يعني أمبول تاني رصاص، وطبعا بيتخلصوا منها بطريقة معينة ما بتترميش في الزبالة، بيبقى فيها بتروح لميديكال ويستس وتروح محرقة معينة وطريقة تطهير معينة عشان ما تبقاش الجزء لو ما يبقاش الراديشن دوت موجود وسط الناس. نفس الكلام احنا اتكلمنا قبل كده في الجزء الخاص بالفلوروسكوبي والجزء الخاص بالراديولوجي. راديولوجي روم الانترفنشن اللي هو العيان هيفضل التيوب هتفضل شغاله مده طويله، فانت بتعمل قسطره، بتعمل انجيوجرافي، بنستخدم الجاون بتاعنا، بنستخدم الكرتينز دي في منها اللي بيبقى نازل من الترابيزه زي اللي شفناها في الصوره، في منها جزء تاني بيبقى نازل من السقف. الاوضه نفسها مرصصه بشكل معين عشان الاشعه ما تطلعش بره. لازم انا طول الوقت التكنيشنز بتوعي كل الهيلث كير بروفايدرز اللي بيشتغلوا في الجزء اللي خاص بالاشعه لازم اشوف جرعه الاشعه اللي بيتعرضوا ليها. ده بنعمله ازاي؟ بنستخدم حاجه اسمها دوزيميتر. ايه الدوزيميتر؟ ده حاجه بتقيس نسبه الاشعه اللي انت بتعرض بيها في مده معينه، كل شهر، كل شهرين، اقصى مده كل 3 شهور. في منها باسيف دوزيميتر، في منها اكتيف دوزيميتر. اكتب دوزيميتر دي جديده اللي هي الالكترونيك، الباسيف دي ثيرموليوميسنت او اوبتيكالي ستيميوليتد او فيلم بادجز، اساميهم بنعرفها مفيش مشكله، هي واشكالهم دي حاجات كلها بتتعلق على الـ على الـ بتعلق في الهدوم، على عند البريست ليفل، عند الشولدر او عند الويست. هي بتقيس الاكسبوجر من شهر ما تعديش 3 شهور، في اخر 3 شهور بتتاخد وتشوف نسبة الراديشن اللي اتعرضت ليها قد ايه، بيتعمل له تحاليل عشان تتأكد ان مفيش اي افكت، اي جرعة اشعة زيادة بيتعرض ليها الهيلث كير بروفايدر. دي اشكالهم دوزيميتر. كوليميشن زي ما قلنا معناها ان انا بحط ديافرام تحت تيوب دو حته معدن معينه موجوده ناحيه التيوب بحيث ان هي تحدد الاشعه اللي طالعه على قد الجزء اللي هيتصور فقط. انا كده حميت العين ان هو يتعرض لجرعه زياده،
حمية الهيلث كير وركر ان هو يتعرض لكمية زيادة. بالعكس كمان انا وجهت الاشعة كلها في اتجاه معين ناحية الجزء اللي هيتصور، فانا هحسن كمان الايمجنج الايمج كواليتي زي ما قلنا، قلل الوقت على قد ما تقدر، وسع المسافة بينك وبين الاكس راي تيوب على قد ما تقدر، تستخدم الشيلدنج، تلبس الابرون بتاعك، تلبس نظارة كده، انت حميت نفسك من الراديشن. كل ما تبعد خطوة عن الاكس راي بتقلل الأشعة اللي انت بتتعرض ليها بنسبة كبيرة. لو انت زودت دبلينج للديستنس بتقلل الراديشن اكسبوجر 4 مرات، تريبلينج للديستنس بتقللها 9 مرات. الفيتال اكسبوجر طبعا هو ان البريجننت ليدي تعمل اكس راي، هي حاجه احنا ما بنحبهاش، هي طبعا يعني لازم تعرض لجرعه كبيره عشان يحصل افكت على البريجننسي او افكت على الفيتس. كاميلاتيف دوز اوف 5 فاتس يعني لو مضطرين تعمل الست، فهي الاكس راي وقعت اتكسرت او في مشكله محتاجه ان هي تعمل اكس راي، غالبا بتغطي الابدومن بابرون وبتشتغل على الجزء اللي انت محتاج تعمل عليه الاشعه. اكتر جزء بيبقى معرض فيه الفيتس ان يحصل فيه كونجنتال انوماليز هو الاسبوع من 8 ل 17، بس هو الاحسن ان انت تبعد عن اي راديشن طول فتره البريجنسي طالما مش ايرجنت. لو ايرجنت بيبقى ليها ميجرز، الست تلبس ابرون على بطنها وتصور انت الجزء اللي انت محتاج. ده الجزء الاولاني من المحاضره. الجزء الثاني من المحاضره هيبقى عن الكونتراست ميديا. الكونتراست ميديا هي الصبغة، دايما بنسمع الأشعة بالصبغة. ايه فايدة الصبغة عندي؟ فايدة الصبغة ان انا اكيد عندي جزء انا مش عارف اشوفه من خلال الأشعة فقط، فانا محتاج اهايلايت الجزء ده بالصبغة. الصبغة بنستخدمها في كل فحوصات الأشعة بداية من الاكس راي والسي تي والام ار اي، ودلوقتي كمان بقت موجودة في الالترا ساوند. ده في كونتراست بيتاخد في الالترا ساوند زي ما احنا شايفين استخداماتها، الانجيوغرافي، الكونفنشنال، الاي في يو، الفلوروسكوبي، السي تي، الام ار اي، الالترا ساوند، الارثروجرافي ان انا احقن جوه الجوينت عشان اقدر اوسع الجوينت سبيس، فاقدر يعني لو انا عندي زي ركبه مثلا جواها من سكاي، جواها ليجمنتس، جواها الكلام ده، انا لما احقن فيها كونتراست فانا بدستند الجوينت كبسول فاقدر اشوف الاستراكشرز اللي جوه بالتفصيل. انواع الكونتراست ميديا، الاساس ان احنا بنستخدم البوزيتيف كونتراست ميديا. يعني ايه بوزيتيف كونتراست ميديا؟ بتطلع عندي على الاشعه لونها ابيض. تمام. اقدم حاجه بنستخدمها في الجي اي تي هي بتبقى البايم سلفيت، بعد كده في طبعا ايدينيتد كونتراست ميديا. يعني في طريقه تانية ان انا استخدم نيجاتيف كونتراست ميديا، طالما هو انا بشوف اللون الابيض فانا بشوف كمان اللون الاسود. طب انا ازاي اقدر استخدم اللون الاسود؟ ان انا بدل ما اشرب العيان صبغه عشان اوت لاين الجي اي تي، شربوا ميه، بتنفع في حاجات وفي حاجات. ممكن تنفع في السي تي، ما مش هيبقى ليها فايده قوي في الباين ميل او كده زي ما هنقول كمان شويه، ان انا ممكن احقن هوا، الهوا بيبان اسود، احقن كربون دايكسايد ده بيبان اسود سيفر، لكن هي ممكن ما تبقاش بنفس الكفاءه بتاعه البوزيتيف كونتراست ميديا. تايب اوف كونتراست ميديا زي ما قلنا نيجاتيف وبوزيتيف. نيجاتيف اير، اكسجين، كربون دايكسايد، نيتروس اوكسايد، البوزيتيف دي البايم والايودينيتد كونتراست ميديا. الاورال كونتراست ميديا اللي انا بستخدمها ممكن استخدم البايم، ممكن استخدم جاستروجرافين. ايه الفايده بتاعتها؟ ان انا عندي كل جي اي تي ده بيبقى عباره عن هولو تيوب. طالما هي هولو تيوب انا محتاج ان انا اشوف الميكوزا، اشوف لو في فيلينج ديفكت، ماس طلع قافله اليومن. بعمل الكلام ده ازاي؟ ان انا بشرب العيان صبغه. هي ايه الفكره بتاعت الصبغه؟ الفكره بتاعت الصبغه ان هي ليها هاي اتوميك نمبر، معناها ان انا لما اشرب صبغه واصور الابدومن جزء كبير من الاشعه مش هيحرق الفيلم، فهيبان لي ابيض على الفيلم، فانا اقدر لما اشرب صبغه واصور اشوف الاستومك ملونه بالابيض، كلها على بعضها ملونه بالابيض. لما الصبغه تتنقل من الاستومك للديودينم، الديودينم يلون ابيض، من الديودينم للجيجنم، الجيجنم يلون ابيض. ده ليه؟ لان هي بتحجب الاشعه عن الجزء ده من الفيلم. الفيلم لما ما يتحرقش يبان ابيض، لما يتحرق يبان اسود. فانا يعني هو دي الفكره، الفكره ان هي الصبغه بتعدل الاشعه اللي واصله للفيلم بشكل يخلي يمكنني من ان انا اشوف اليومن في الجزء الخاص بالاورال كونتراست ميديا، اليومن بتاع الجي اي تي. في طبعا لو انا هعمل كونفنشنال بستخدم البايم، ما بيبقاش مشكله خالص ان انا استخدمه مع الاكس راي. البايم مع السي تي بيبقى فيه مشكله، وانا بحتاج اشرب العيان بايم في السي تي طبعا
لان هو بنفس الطريقه. انا بيبقى عندي في السي تي ده بيقطع مقاطع، وانا عندي في جزء انا شاكك جزء ده ماس ولا جزء ده جزء من البول، والبول بيتحرك طول الوقت. فانا احل الموضوع ده ازاي؟ ان انا اشرب العيان صبغه، لقيت الجزء اللي انا شاكك ان هو ماس ده دخلت جوه الصبغه، يبقى دي كانت بول في الاساس مش ماس مثلا، مش تيومر. يعني الفكره ان انا اكسكلود اي حاجه ليها علاقه بالجي اي تي عن طريق الصبغه اللي شربها. في السي تي ما اقدرش اشرب العيان باريوم. ليه؟ لان الباريوم بيأثر على الأشعة بتاعة السي تي بحيث إن هي تبوظ لي الفحص. فأنا لو هستخدمه بالباريوم يستحسن ما تستخدموش، بس هو لو استخدم في السي تي بيستخدم بتركيز ضعيف جدا جدا. فبنستخدم الجاستوجرافين أو أي حاجة ايدينيتد كونتراست ميديا. الجاستوجرافين بيبقى سيفر، لأن لو العيان عنده باول بيرفوريشن ما بيأثر، وهو حصل له سبيلج في الأبدومين ما بيبقاش فيه مشكلة. لكن هو مشكلته الوحيدة في الاسبيريشن، لو الاسبيريشن ودخل اللنج بيعمل كيميكال نيمونايتس. الباريوم كونترا انديكيتد لو انت شاكك ان في اوبستراكشن، توكسيك ميا كولون، بيرفوريشن، لو حصل له سبيلج في الابدومين هيبقى يحصل، هيعمل كيميكال بيتونايتس. طبعا الباريوم ارخص كتير من الايدونيتد كونتراست ميديا. الباريوم من الفحوصات اللي بنعملها بي باريوم سوالو، معناها ان العيان يبلع صبغه، وفي وسط ما هو بيبلع اصوره فانا اقدر اشوف الاسوفكس، يشرب صبغه فالصبغه تبقى موجوده في الاستومك فاصوره فاقدر اشوف الاستومك. انما ان انا نعمل انما عن طريق بالباريوم واصور فانا اقدر اشوف الكولون كويس عن طريق الباريوم. في كمان حاجه اسمها باريوم فولو ثرو. فولو ثرو يعني ان انا اشوف الاستومك والسمول باول واللارج باول لحد ريكتوم. ماشي، دي طريقة التصوير. صورنا العيان وهو بيبلع فأنا شايف الأسوفجس، صورنا العيان بعد ما شرب فأنا شايف الاستومك والديودينم. ال intravenous contrast study، intravenous contrast study معناه إن أنا حقن العيان صبغة intravenous. دي بنستخدمها في CT وال MRI. إيه الفرق، إيه ميزتها؟ غير الصبغة اللي العيان شربها، بنحقن صبغة تانية intravenous، معناها إن الصبغة هتدخل في الفينز، من الفينز للهارت، ومن الهارت تتوزع arterial، ومن الارتيريال تروح للكابيلرز. ايه الفايده بقى بتاعت الكلام دوت؟ الفايده ان انا لو عندي ماس، ماس دي انا اقدر اشوف الكاركتر بتاعت الانهانسمنت بتاعها عن طريق الصبغه اللي بتتحن انترفينس. الصبغه هتدخل انترفينس، هتروح للهارت من الفينز، تروح للفينا كافا، تروح الهارت، ومن الهارت تطلع على الارترز توصل للكابيلرز. لو انا عندي تيومر، وتيومر ده معروف ان هو بيعمل باثولوجيكال سيركوليشن، هيحصل له انهانسمنت زياده عن الطبيعي. الباترن بتاعت الانهانسر بتاعت كل تيومر بتختلف عن التاني، فانا عن طريق الانهانسمنت انا عرفت ان ده ماس تيومر معين، وعرفت كمان من الباترن بتاع الانهانسمنت بتاعه هو انهي واحد فيه. ليها استخدامات تانية غير الانترنال اورجنز؟ ليها استخدامات تانية. لو انا عايز اصور الصبغة وهي ماشية جوه الارتري والفين، اقدر ارسم الشجرة بتاعت الارتري والفين من غير ببساطة، من غير ما اعمل له قسطرة، هو اصور الصبغه في اثناء ما هي ماشيه في الاوتيو فين، وهي ليها طريقه وطريقه سهله. اقدر اشوف اي حاجه بقى، اقدر اشوف البين الماسس، اقدر اشوف البريست لو في ماس اي ليجن، اقدر اشوف الانهانسمنت بتاعه والباترن بتاع الانهانسمنت. في صبغه في سي تي، في صبغه في رنين، ومؤخرا كمان في فحوصات تانية نضاف ليها الصبغه زي الماموجرافي. هنا عندنا يعني حاجة زي المثال من أمثلة الـ IV contrast. أدي هنا أنا بصور الأورطة، وبصور الـ splenic vessels، وبصور الـ hepatic vessels. دي عن طريق conventional angiography، أنا مدخل قسطرة جوه الـ جوه الـ artery وبصور. إنما الـ IVU، الصورة بتاعت الـ IVU دي معناها إنها حقنت صبغة مشيت في الـ arteries، في الـ veins، وسط الـ arteries. بعد ما وصلت الـ arteries راحت على الكيدني، الكيدني عملت لها filtration وبدأت تعمل لها excretion. لما عملت لها excretion قدرت أنا أشوف شكل الكاليسيز والرينال بلفس واليوريترز، وكمان لحد ما اليونيا بلاتر اتملت. الـ IV contrast media هي بيبقى ليها مشاكل. طبعا ليها مشاكل، مشكلتها في الحساسية، ان هي ممكن تعمل allergy، والـ allergy دي ممكن تبقى severe لدرجة ان هي ممكن توصل للـ death. هي حاجة يعني ملهاش رول، بتحصل او مبتحصلش للعيانين. الاحسن ان انت يبقى عندك protective measures، مخلي معاك الكورتيكوستيرويدز، مخلي معاك الابنفرين، بنحقن الصبغة، العيان بعد ما يخلص الفحص بيقعد يستنى نص ساعة تتأكد ان مفيش اي رياكشن، بعد كده بيقدر يروح. حصل له رياكشن نبتدي نتعامل معاه.
إعادة اللي قلناه لما باجي أعمل سي تي سي تي كونتراست ميديا. في عندنا نوعين صبغة بستخدمهم، نوع الأورال، الأورال ده اللي بشربه صبغة عشان أوتلاين جي أي تي. النوع التاني أي في، ده فايدته إن أنا أشوف ال enhancement pattern بتاع الليجنز المختلفة سواء كانت ماسس أو غير ماسس. ايه اللي يمنعني ان انا ادي العيان صبغه انترافينس؟ ان العيان يبقى معروف ان هو عنده رينال فيلير، او العيان هو معروف ان هو عمل قبل كده الفحص وحصل له الرجي. هبتدي اشوف طريقه تانية. دي عندنا يعني الفحص بتاع السي تي، اديك شايف الباول كلها لونها ابيض نتيجه ايه؟ العيان شايف صبغه. الكيدني هتبص على الكورتكس هتلاقي الكورتكس واخده صبغه. بعد شويه لو صورت متاخر شويه هتلاقي بدا يحصل اكسكريشن للصبغه، والصبغه بدات تملا لك الكاليسس وبدات تدخل على رينال بلفس. دي فايده الصبغه عندنا في الفحص. الام ار اي ليه صبغه؟ طبعا ليه صبغه. الصبغه بتاعته هي بتبقى بيز، في انواع صبغه كتير، ابسط نوع فيهم هو اللي بيزد على الجادولينيوم. مشكلته ان هو بيعمل حاجه اسمها نيفروجينيك سيستميك فايبروزس. النيفروجينيك سيستميك فايبروزس بينتهي برينال فيلير. يعني ادي دي صوره رنين، وادينا شايفين الليجن. في الصوره الاولانيه اللي هي ايه، ما كانش الليجن باين خالص، لما عملنا الصبغه الليجن بقى اوضح. دي يبين اهميه الصبغه، اهميه الصبغه في الصوت. نيفروجينيك سيستميك فايبروزس ده رير بات سيريس سيندروم، بيحصل فايبروزس للسكين والجوينت والاي. بيحصل طبعا رينال فيلير، والبيشنت غالبا بيأندرجو هيموداياليسس. سببه مش معروف، وازاي تمنعه يعني ازاي تمنعه هو ان انت لو العيان عنده رينال فيلير او عنده رينال امبيرمنت ما تديهوش سبب. خلي بالك قبل ما تدي الصبغة لازم تسأل العيان هل عمل فحص ده قبل كده، هل عنده أي نوع من الحساسية أزماتك، لازم تحليل وظائف الكلى يبقى قدامك. لو بريجنانت طبعا مش بتديها، ما بتديهاش الصبغة. في مخاطر تانية للصبغة. زمان كنا بنستخدم الليبيدول، والليبيدول دوت بيبقى مادة زي الزيت، هي كونتراست برضه بوزيتيف، بيطلع لونه أبيض على الأشعة. المشكلة إن هو لو دخل جوه الفيسل بيعمل أويلس. الرياكشن اللي ممكن تحصل نتيجة الصبغة ممكن تبقى mild nausea vomiting moderate skin reaction bronchospasm severe، يحصل severe hypotension. كأي حالة حساسية أول حاجة لازم تبقى عندك معلومات بال basic life support، تبقى فاكر دايما ال EPC ال airway وال breathing وال circulation، تقول for help، تجيب حد من دكاترة التخدير أو من دكاترة العناية يقدر يتعامل مع العيان. لو انت مضطر تدي الابينفرين لازم الابينفرين تبقى متاكد ان مفيش كارديك كونتر انديكيشن. البيدياتريك بيشنت تبقى عارف ان اي دوزس من الكورتيكوستيرويدز او الابينفرين هتديها هي لازم تحسبها على حسب الويت، ويت بيست. الاطفال كل الادويه بتاعتهم تبقى ويت بيست. مايلد اكشن هتوقف الكونتراست ميديا اللي انت كنت بتديه، وغالبا ما بيحتاجش حاجه وبيفك لوحده. مايلد تو مودريت هتدي حاجات خفيفه، تبتدي بالانتيهستامينكس حاجه لو برونكو دايليتور، ابينفرين سبكوتينيوس. سيفير هندي ابينفرين انترفينس. طبعا الكورتيكوستيرويدز برضه بتبقى ليها فايده في الالرجيك ريأكشنز. العين اللي بيبقى عنده برونكوسباز كفايه ان انت تدي له اكسجين، حاجه برونكو دايليتور زي البيتا اجونست، الابينفرين سبكوتينيوس. لو هايبوتنشن بنبتدي ندي الابينفرين سلولي انتروبين. Thank you.